السيد عبد الحميد الدبيبة له أن يقول ما يشاء ولن يغير من حقيقة أن جهاز المخابرات الليبي في ظل الدولة الليبية جهاز له كيانه وله استقلاليته وله قدره. نعم. المسألة الآن التي يتحدث عنها السيد الدبيبة يحاول في خطابه أن يبرر سلوك الشخصي المخالف للقانون لا تضفي الشرعية على سلوك الخاطئ. نعم. الواقعة في معضلة بوعجيلة لا خلاف على أنها هي عملية قرصنة أدت إلى خطف مواطن من بين سلطات الدولة التي يخضع لحمايتها. طيب بهذا ترى أستاذ أحمد النشاد أن هل يمكن أن تستند المحكمة الأمريكية على كلمة رئيس الوزراء كأحد الأدلة ضد بوعجيلة بوصفه الإرهابي وبالتنظيم كما ذكر؟ السلطات الأمريكية تتحدث بوجدان الأمريكيين كما ذكر السيد محمد بويسير. نحن الآن يجب أن نعالج المسألة من منظور قانون وسيادة. السلطات الأمريكية الآن مذنبة في أنها انتهكت القانون الليبي، والأمريكيين يدركون جيدا ويعرفوا تفاصيل القانون وكيفية التسليم وطلب التسليم.